لابد يتذكر البعض قصة المحارب القديم توم مور الذي قاتل في صفوف الجيش البريطاني في الحرب العالمية الثانية وأطلق حملة تبرعات لدعم الخدمات الصحية البريطانية من خلال مشيه 100 دورة في حديقة منزله. حملة مور لاقت تفاعلا كبيرا، ومع حلول عيد ميلاده 100 نهاية الشهر الماضي وصل مجمل التبرعات إلى أكثر من 41 مليون دولار، فأصبح بطلا قوميا ومصدر إلهام للكثيرين وخاصة كبار السن، ومنهم دابيرول تشاودري من سكان شرق العاصمة البريطانية والذي تجاوز عمره 100 عام. فقد ولد تشاودري في بنغلاديش في أول شهر كانون الثاني يناير عام 1920، وقد قدم للدراسة في الخمسينيات من القرن الماضي. على خطى توم مور قرر تشاودري أن يساهم في مواجهة آثار كورونا، لذا قرر أن يمشي في حديقة منزله أثناء صيام شهر رمضان 100 مرة على طول الحديقة، إلا أنه بعد أن تمكن من تحقيق هذا الهدف مطلع الأسبوع الماضي قرر الاستمرار بالمشي والمضي قدما بحملة التبرعات حتى نهاية شهر رمضان. بعمر 100 لابد أن يسبب المشي بعض التعب خاصة أثناء الصيام. كيف يشعر تشاودري أثناء ممارسته رياضة المشي؟ How are you feeling? Oh, very good, excellent. This is my exercise, normal. Going to keep going? Keep going, yes, right. Are you feeling tired? No, no, no. Not, this is not even the beginning. This is why, and I wish to salute Tom. تقول رسالة حملة تشاودري إن الوباء قد يؤدي إلى دفع أكثر من مليار شخص إلى خط الفقر، فيما ستعاني كثير من العائلات والأطفال في بلدان العالم الثالث من الجوع. تشاودري استهدف في بداية حملته جمع 1000 جنيه استرليني، إلا أن التفاعل معه كان أكبر من ذلك، ووصلت التبرعات إلى أكثر من 100,000 جنيه حتى هذه اللحظة ولا تزال مستمرة. طبعا هنا عينا مشاهدينا، دعونا نأخذكم إلى عينا من ردود الفعل مشاهدينا على الحملة التي قام بها تشاودري. أحمد عامر يكتب: هذا رائع، الشعور الوطني بالانتماء للوطن والعطاء من أجل الوطن ومد يد العون للمحتاجين، خاصة ونحن في شهر رمضان، شهر الخير والبركة والعطاء، شهر الصدقات والزكوات. أما هنا علي فيقول أيضا معلقا: ما شاء الله، فخورون به وبعمله الطيب، المسلم الحق يشع بالخير أينما حل. هنا من يسمي نفسه سعودي يكتب مغردا: ممكن عشان المساجد مغلقة فاستخدم هذه الطريقة. بالنسبة لعائلة تشاودري فإنها تدعمه في هذه الحملة، إلا أن إصرار والده أو إصرار الوالد على الاستمرار خلق تحديا من نوع آخر. بدأنا بوتيرة بطيئة، إلا أنه يزيد عدد الأشواط التي يمشيها. البارحة مشى 30 شوطا واليوم كذلك. مشكلتنا الآن هي إيقافه لأنه يريد المضي قدما.